تكلمنا قبل شوية عن الـ IgA نفروباثي، عرفنا هو شنو، وين يصيب، وشلون ده يصير الباثوجينيسيس مالته. الفكرة الرئيسية انه ده يصير اكو عندنا خلل بالستركتشر مال الـ IgA، خاصة الـ IgA1. هذا الستركتشر او هذا الديفكت اللي ده يصير ده يخلي الـ IgA يترسب بداخل الكبيبات مال الكلية، وبالتالي ده نوصل الى مرحلة تلف الأنسجة أو تصلب الكويبات بشكل كامل. بالعموم هذا المرض هو من نوع الأمراض اللي ما تظهر بالبداية إلى أن نوصل إلى مرحلة الـ end stage. الـ IgA nephropathy is also known a Berger disease، لأنه يعني العالم الفرنسي اسمه برجر اللي اكتشفه، is disease of kidney and immune system. مثل ما قلت لكم قبل شوية، قلت لكم مرض هو مشترك، اللي دا يصير إنه دا يصير أكو خلل مناعي، بده يصير اكو خلل نسيجي، فبالتالي هو ديزيز يصيب الكدني and immune system. Specifically it is a form of glomerulonephritis or inflammation of glomeruli of kidney. العلامة الرئيسية اللي احنا ممكن نعتمد عليها بالتشخيص مع الـ IgA nephropathy deposition of IgA antibody in glomerulus. معناها العلامة الرئيسية بالتشخيص الترسبات مال الـ IgA، وخاصة الـ IgA1 اللي تكون موجودة في الجلوميرولوس. طيب احنا شلون نشخصه؟ قلت لكم قبل شوية انه هو عادة المرض بدون اعراض. اول شيء على شنو نعتمد؟ نعتمد على الكلينيكال سيمبتوم والفيزيكال اكزامينيشن. Most cases of IgA nephropathy characterized by asymptomatic urinary abnormalities، يعني احنا ما عاد نشوف اي خلل او اي شيء باليورين. Acute nephrotic syndrome or evaluation of edema and nephrotic due to nephrotic syndrome may also lead to the diagnosis of IgA. احيانا اذا كان اكو التهاب حاد بالكلى او صار اكو، شوفوا احنا دائما الشخص هسه من يصير عنده اي تورم، رجلة تورم، ايده تورم، وجهه يورم، اي شيء، المهم يصير اكو تورم. من يصير اكو تورم رأسا احنا شو يخطر ببالنا؟ اكو خلل بالكلى، والا هذا الخلل بالتورم قد يكون شنو سببه برأيكم؟ يعني هسه اذا شفتوا شخص رجله مورمه، ايده مورمه، وجهه مورم، شو يخطر ببالكم؟ دكتورة، دكتورة سوا، يلا يا نادية. العفو دكتورة، يعني هو تجمع سوائل بالأنسجة، تمام، سوائل، شنو سببها؟ هو ديفكت كي ماسك أي دورة؟ فلتريشن من كده تعبان. أي، فإنها هنا شنو، من أشوف شخص عنده تورم معناها دا يصير أكو فتخلل بالكلى. هذا الخلل بالكلى هو نتيجة أكو فتخلل صاير بالفلتريشن مالتها. من أكو خلل بالفلتريشن معناها أكو بالداخل فتشي دا يصير. احيانا اذا كان اكو اكيوت نفرايتس او اكو التهاب قوي بالكلى واكو يرافقه تورم، ممكن تنطينا فد انديكيشن انه هذا البيشنت يكون عنده ولو مستقبلا اي جي اي نفروباثي. عاده احنا شلون نشوف الماكروسكوبيك هيماتويوريا occur in conjunction with acute upper respiratory in some cases. ده يعني في بعض الاحيان حتى اعتمد التشخيص لازم الشي يطلع عندهم الشخص كان مصاب ب upper respiratory infection واكو macroscopic hematuria، يعني انا دا اشوف ال blood او تغير لون ال blood دا اشوفه بالعين المجردة. ال IgA nephropathy patient with progressively deteriorating renal function and moderate proteino severe proteinuria followed by hypertension and decline renal function usually occur in order. يعني راح نجي احنا شو نسوي؟ راح نجي نتابع وظائف الكلية، راح نجي نشوف ارتفاع مستوى البروتين باليوريا، راح يرتفع الضغط وراح تبدي تنقص وظائف الكلى بالتدريج شوية شوية. هذه ممكن كلها تعطينا مؤشرات على الإصابة. نعطيكم ملاحظة مهمة، أنه أنا بالاعتماد على اليورين
ما أقدر أنطي تشخيص من أول مرة، على الأقل لازم 3 مرات أسوي تشخيص لليورين على فترات قد تكون متباعدة إلى حد ما وتطلع لي نفس النتيجة، ذاك الوقت يلا أعتمد التشخيص، وإلا من مرة واحدة الشخص عنده بروتينيوريا وعنده هيماتويوريا وقد يكون عنده ديكلاين بالرينيال فانكشن. احنا شلون اشوف الديكلاين؟ يعني هسه اجى بيشنت وسوينا له رينيال فانكشن وطلعت منخفضة، هذا ما اعتمد عليه، قد يكون منخفضة لأي سبب، لكن اذا اني عدت التحاليل مرتين وثلاثة واربعة وشفتها مثلا بأول تحليل كانت 5 لكن بالتحليل الثاني صارت 3 وبالتحليل الثالث صارت 1، معناها ايش دا يصير؟ دا يصير اكو ديكلاين، تبدي تتضاءل تنخفض وظائف الكلية. على هالاساس اني ذاك الوقت يلا اقدر اعتمد على التشخيص، فاذا تشخيص من مرة واحدة ما ممكن اعتمد عليه لانه هواية ممكن تصير اكو بتداخلات. فاذا النقطة الثانية ايش راح نسوي؟ راح نسوي احنا اليورين تيست. اغلب البيشنت اللي هم يكونون اي جي اي نفروباثي اسمبتوماتيك هيماتويوريا وبروتينيوريا قد تكون تظهر ار بي سي باليورين لكن ما تكون ظاهره بالعين المجرده، واكيد البروتين ما راح يبين. هذا هنا ايش راح يؤدي؟ يعني انا اذا شخص عنده فت خلل لكن ما اشوفاني بالعين المجرده، وين راح نروح؟ راح نروح الى المرحله الاقصى بالنسبه للبيشنت اللي هي احنا ناخذ البايوبسي. حتى احنا لا نوصل لهذه مرحلة البايوبسي قدر الامكان بدنا نشوف الاختبارات وين احنا ممكن نوصل حتى ما اوصل لمرحلة البايوبسي. Therefore, urolysis is essential for diagnosis of IgA and the persistent microscopic hematuria is essential finding and Environment and the presence of proteinuria is a frequently associated finding. Moreover, microscopic hematuria is an accidental finding. يعني شوفوا أنا دائما لازم أبحث عن الهيماتويوريا والبروتينيوريا، لكن في بعض الأحيان الماكروسكوبيك أو حتى إحنا نشوفها بالعين المجردة وحتى إذا بالمجهر الماكروسكوبيك هيماتويوريا قد تكون عرضية، قد تكون صار اكو تخدش بالاغشيه مال المثانه والاغشيه مال الكليه او بالحالب، شوف صار اكو فد تخدش، صار مثلا اكو فد التهاب معين وخلى يصير اكو بلود باليورين، فهذا ما ممكن اعتمد عليه من مره واحده. To confirm reproducibility and the presence of persistence of urinary abnormality, the result at least 3 urinalysis should be considered therefore confirm diagnosis. على الأقل أني لازم أسوي 3 فحوصات لليورين، أكو فرق بالتوقيت بيناتهم بالمسافات، يعني قد أكون أسوي 1 اليوم وأسوي 1 بعد 2 أسبوع وأسوي 3 بعد 2 أسبوع. هذا الفرق بالتوقيت إيش راح ينطيني؟ راح ينطيني نتيجة مضبوطة. ما أقدر أنطي نتيجة مضبوطة قبل على الأقل 3 تحاليل ذاك في الوقت يلا اقدر احط الدايجنوسيس مالتي. ليش؟ لانه قد يكون تحليل واحد ممكن الهيماتويوريا يكون اكسيدنتال، ممكن التورم اللي يصير نتيجة خلل صاير بالجسم، ممكن البروتينويوريا تصعد لأي سبب، ممكن الرينيال فانكشن انخفضت بهذا الاختبار صعدت بالاختبار الثاني، فهذا ما اقدر اعتمد عليه. على الأقل لازم 3 اختبارات ثلاثتهم تطلع نتائجهم متطابقة، ذاك الوقت يلا أقدر أني أعتمد على التشخيص. إذا شوفوا باليورين تيست اليوروليسز one first morning the urine sediment is freshly voided sample to examine the presence of erythrocyte leukocyte erythrocast which indicated a glomerular injury. إذا كانت أكو باليورين تيست خاصة إذا احنا نسوي الصبح اذا كان اكو اريثروسايت وليكوسايت واريثروكاست هذول ينطوني انه اكو مؤشر اكو اختلال بالكبيبات او اختلال بالكلى. البودو كالكسين او كالكسين، البودو كالكسين قبل شوي قلت لكم احيانا من يصير اكو اكستنشن بالجلوميروس هنا ايش راح يصير؟ راح تبدي تعبر الخلايا، واحدة من الخلايا اللي تعبر البودوس او الوايت بي سي. البودوغلايسين is represented apical
cell membrane of podocyte. شوفوا جالكسين هي عبارة عن مادة تغطي البودوسايت أو الخلايا وين؟ من الخارج، فهي apical cell membrane podocyte. يعني ما دا أبحث عن الخلية بحد ذاتها، دا أبحث عن المكون اللي موجود وين؟ موجود على الخلية. And is shed in the urine from injured podocyte. يعني من دا يصير أكو خلل بالكلية، دا تيجي تعبر البودوسايت، هذه البودوسايت من دا تعبر دا تنزع، كأنه دا تنزع القبعة مالتها، هذه المادة اللي تكون موجودة على السيل ممبرين ودا تيجي تعبر، فهذه القبعة اللي دا تنزعها البودوسايت وين دا تروح؟ وين دا تطلع؟ دا تطلع باليورين. هذا الشيء ينطيني مؤشر، ينطيني مؤشر انه اكو بودوسايت او اكو وايت بي سي بدت تتحلل، بدت تعبر من الجلوميرس، وبالتالي اقدر اعتبره بعض الاحيان مؤشر على الرينيال ديزيز. فاذا البودو جالكسين is represented on the typical او عفو apical cell membrane of podocyte and is shed in urine from injured podocyte. It is generally considered podocyte injury may induce glomerulosclerosis in various glomerular disease including IgA nephropathy. يعني إذا جيت أنا سويت هذا الاختبار ممكن إيش ينطيني مؤشر؟ ما ينطيني مؤشر بالدرجة الأولى أنه هذا هو IgA nephropathy، لا، ينطيني أنه أكو glomerulosclerosis، أكو تصلب بالكبيبات، أكو خلل دا يصير، نوع من أنواع الديزيز اللي يصيب الجلوميروس، وبالتالي ممكن يكون واحد من عندها هو الاي جي اي نفروباثي. اذا لازم تكون اكو اختبارات اخرى هي تدعمه. The level of urinary glycine العفو and the number of urinary podocyte are useful biomarker for predicting histological changing in adult IgA nephropathy. فاذا الليفل مال البودوغالكسين أو والنمبر أوف بودوسايت يورينري بودوسايت ممكن تنطيني مؤشر جدا جيد على الاختبارات مال اليورين، ممكن أني أعتمد عليها بالبيشنت اللي يكون عندهم أي جي أي نفروباثي. الاختبار الثالث واللي هو مهم جدا اللي هو أني أكشف عن الكومبليمنت كومبلكس الجلوميلولر IgA damage in IgA nephropathy is mediated by complement activation via alternative and lactin pathway. إذا هنا البروتين كومبلكس اللي ده ينتج جاي من منو؟ جاي إما من alternative أو lactin pathway. إذا تعرفون إحنا عندنا 3 pathway للكومبلمنت، الكلاسيكال والالترناتيف واللاكتين. الخلل اللي دا يصير هنا بالكلى هو نتيجة شنو؟ نتيجة الكومبليمنت كومبلكس اللي جاي من الالترناتيف واللاكتين باثوي. احنا النتيجة مال الكومبليمنت شنو هي؟ راح يطلع لي معقد بالاخير. اذا تذكرون كنا نسميه الماك، الماك اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس العفو، هذا الممبرين اتاك كومبلكس ممكن يطلع باليورين. اذا كان اليوريناري membrane attack complex ويا factor نسميه H level were positively correlated with SCR. ال SCR هو المفتاح مال ال alternative pathway with urinary N-acetyl beta D glucosinamidase, urinary beta 2-MG, urinary protein interstitial fibrosis and percentage of globular of عفوا global glomular sclerosis. انتبهوا على، يعيد لكم اياها، وجود الممبرين اتاك كومبلكس باليورين ويا اتش فاكتور دائما يرتبطون بشكل موجب ويا وجود ال اس سي ار. الاس سي ار هي البروتينات مال الكومبلمنت، واكو انزيم نسميه اليوريناري ان اسيتايل بيتا دي جلوكو سيناميديز، اليوريناري بيتا 2 ام جي، واليوريناري بروتين والانترستيشيال فايبروسيس، كلهم يرتبطون ويا منو؟ ويا ذا برسنتج اوف جلوميولار سكلروسيس. معناها هذول كلهم دا ينطوني في حال طلعت لي النتيجه مالتهم موجبه او صار عندي ارتفاع بالمستوى مالتهم مؤشر على منو؟ مؤشر على
glomerular sclerosis على تصلب الكوبايبات. The measurement of level of membrane attack complex and H factor in urine could be useful indicator for renal injury in IgA nephropathy. فإذا هسه ايش صار عندي باليورين؟ صار عندي احنا ممكن نشوف ال نسوي يورين تيست ونكشف وجود الاريثروسايت والليوكوسايت والاريثروكاست انديكيتر 1. ممكن احنا نشوف البودوسايت جلايكسين اللي هو قلت لكم مثل هي ابيكال سيل ممبرين مثل القبعة اللي تحملها الخلايا. اذا كان المؤشر ما تعالي بالاضافة الى وجود انجوري بودوسايت ممكن يعطينا انديكيتر. الانديكيتر الاخير اللي هو الكومبلمنت كومبلكس، اذا كان المؤشر بالنسبة لل او الميجرمنت ليفل بالنسبة للممبرين اتاك كومبلكس والاتش فاكتور اذا كان مرتفع فمعناها شنو؟ هو useful indicator for diagnosis ال patient with IgA nephropathy. عادة احنا ايش نعتمد؟ نعتمد على blood test بشكل جدا عالي، لكن no specific blood test results have been established for diagnosis. ما عندي فد مؤشر بالدم ممكن اني اعتمد عليه، لكن عندنا كذا نقطة ممكن احنا نعتمد عليها. يعني ما اقدر اقول واحدة من عندهم هي سبيسيفيك والثانية لا، اذا تجمعوا كلهم ذاك الوقت انا ممكن انطي نتيجة نهائية. The frequent finding in about half of patient elevation of IgA level in serum. فأول نقطة بالاختبارات مال البلد لقيناها تقريبا 50% من البيشنت اللي عندهم IgA نفروباثي يرتفع مستوى الـ IgA عندهم تقريبا أكثر من 315 ملي جرام بالديسيلتر، نسبة جدا جدا عالية لمستويات الـ IgA. فإذا أول نقطة اللي هو الـ Elevation بالـ IgA serum. In addition, high serum IgA C3 ratio is also reported as a useful finding for differential diagnosis. فإذا نقطتين ممكن إحنا نعتمد عليهم، المقارنة ما بين او المعدل اللي يكون احنا ممكن نقيس بين الـ IgA والـ C3، وهذا بيفيد معادلات خاصة وكلش طويلة. اذا اكو نقطتين، اذا ارتفع مستوى الـ IgA، شوفوا ده احكي على سيرم IgA ما حددت IgA1 او IgA2، بس مجرد انه السيرم IgA مرتفع بالسيرم نقطة. اذا اكو elevation او high serum IgA C3 ratio ممكن ينطيني indicator اقدر اعتمد عليه. النقطة الثالثة اللي ممكن اعتمد عليها انه اني اشخص وجود ال apparently glycosylated IgA، اجي اكشف عن ال IgA1 اللي بي ديفكت اللي يكون شاذ، اجي اكشف عن ال تايتر مالته او الكونسنتريشن مالته اللي يكون بالسيرم. related immune complex corresponding auto and corresponding antibodies are reported for useful blood biomarker for IgA nephropathy. فإذا ثلاث نقاط جت انضافت بعد ال apparently glycosylated IgA ال immune related immune complex with corresponding antibody. كم نقطة صارت عندي بالدم؟ ال elevation بال IgA بالسيرم IgA، ال high serum IgA C3 ratio، عندنا ممكن احنا نقيس ال serum apparently glycosylated IgA related immune complex وايضا ال corresponding antibody اللي هي antibodies اللي يكون ممكن لها علاقة بالإصابة. فإذا خمس نقاط رئيسية ممكن نعتمد عليها بال blood test. ماكو واحد من عندهم محدد، لكن وجودهم خمستهم ممكن انه ينطيني مؤشر على الاصابة. طيب احنا شلون نجي نكشف عنها؟ لازم عندي فد تقنية اني اقدر اعتمد عليها. عادة نستخدم الاليزا والاميونو فلورسنت ستيننج، نقدر نستخدمها اعتمد عليها بالتشخيص. The examination of elevated serum level of IgA. شوفوا هاي الجي دي هي جالكتوز deficiency او كاركتوز ديفكت، فكتبوها يمكم. جي دي اي جي اي 1 هي الجي هي جالكتوز والدي هي deficiency او ديفكت.
galactose deficiency IgA1 and glycan specific IgG and IgA in IgA nephropathy patient and chronic ألهم CKD هي chronic kidney disease. Patient is assessed to utility of this marker non-invasive diagnosis of IgA nephropathy. شوف وش أقدر أقيس. IgA deficient أو galactose deficient IgA and glycan specific IgG and IgA in IgA nephropathy patient ممكن تنطينا مؤشرات على التشخيص. عادة احنا شو نكشف عنهم؟ نكشف عنهم عن طريق الإلايزا وعن طريق الميونو فلورسنت ستينينج اوف جلوميراي. use specific monoclonal antibody to recognize high region in human، خاصة يعني احنا من دا اجي اني دا ابحث عن شنو؟ دا ابحث عن اي جي اي بي ديفكت بالجالكتوز. فاذا احنا من اسوي اني او اجي اختبر عن طريق الإلايزا لازم ايش عندي؟ لازم عندي مونوكلونال انتي بودي على منو تشتغل او تميز لي الهاين ريجن وين بالاي جي بالجالكتوز ديفيشنسي اي جي اي 1. سيرو ليفل اوف سيرو وذ جالكتوز ديفيشنسي اي جي اي 1 significantly increase compare with those patient with other renal disease or non renal disease. يعني بالنسبة للبيشنت اللي عندهم IgA نفروباثي يكون التايتر أو الكونسنتريشن مال الجالكتوز ديفيشنسي IgA1 جدا عالي مقارنة بالبيشنت اللي هم عندهم other type of renal disease أي مرض كان وأي أمراض تانية أخرى ما مرتبطة بالكلى يكون هذا عالي مقارنة بهم. يعني أنا ممكن أعتبره فد indicator فد biomarker جدا قوي على التشخيص. إذن نقطة جدا مهمة، شنو الاختبار الرئيسي؟ صح أن إحنا قلنا ما عندنا specific biomarker، عندي مجموعة اختبارات أقدر أعتمد عليها، لكن الشائع والرئيسي اللي أقدر أعتمد عليه بالتشخيص أقدر أشخص منه أو أبحث عن منه، أبحث عن galactose deficiency IgA1. هذا الجالكتوز ديفيشنسي اي جي اي 1 ممكن اشخصه عن طريق الإلايزا وعن طريق الاميونو فلوريسنت. شو استخدم؟ استخدم سبيسيفيك مونوكلونال انتي بودي على منو؟ على الهاينج ريجين بالنسبه لهذا الانتي بودي. شلون اني اعرف هل التشخيص مالتي صح او لا؟ ممكن انذر تايب اوف رينيال ديزيز، الكونسنتريشن هو اللي يحكم او الليفل اوف سيرم. دائما البيشنت اللي يكون عندهم اي جي اي نفروباثي الجالكتوز ديفيشنسي اي جي اي 1 significantly increased compared with other patient. النقطة الأخيرة اللي ممكن من الجانب المناعي انه اني اعتمد عليها بالتشخيص اللي هو التيومر نكروسيس فاكتور. التيومر نكروسيس فاكتور ريسبتور تايب 1 and تايب 2 released from mesangial cell after IgA deposition activate renal tubular cell and lead to subsequent inflammatory change in renal interstitium. The level of circulating tumor necrosis factor pathway related with molecules such as tumor necrosis alpha and tumor necrosis receptor are significantly higher in chronic kidney disease. التيومر نكروسيس فاكتور هو واحد من العوامل اللي تسبب تنخر بالخلايا. عادة بعد ما تصير الإصابة وبعد ما يصير الـ IgA deposition تبدي الترسبات تظهر بالكلى، المزنجيال سيل راح تبدي تفرز لنا التيومر نكروسيس فاكتور after deposition of IgA activate renal tubular cell that lead to subsequently inflammatory change. هنا راح تبدي احنا نشوفه دائما التيومر نكروسيس فاكتور تذكروا من كنا ناخذه سابقا بالاوتو اميونو ديزيز. شو يسوي؟ يبدي يسوي تاكل، يبدي يسوي تنخر بالخلايا، اضافه بالاضافه الى انه هو عباره عن نقطه للعفو فد اشاره مناعيه انه
لازم الجسم يسوي استجابة مناعية، فهناش راح تبدي، راح تبدي يصير inflammatory response وين؟ بالداخل الرينيال. من أجي أني أحكي على الـ tumor necrosis factor بأكثر من تقسيم، الـ level of circulating tumor necrosis factor pathway related with molecule، أكو أكثر من molecule ممكن تكون مرتبطة بيه، مثل منو؟ tumor necrosis factor alpha والتيومر نكروسيس فاكتور ريسبتر، هذول اثنيناتهم مستواهم يرتفع بشكل جدا عالي بإصابات الكلى. أنا ما أقدر أقول عليه هو سبيسيفيك، لكن هي كلها عبارة عن مؤشرات، إذا كلهم كانوا بوزيتيف راح أنطي أنا تشخيص صحيح. The level of tumor necrosis factor receptor 1 and 2 and tumor necrosis factor receptor in serum and urine were significantly associated with severity of renal interstitial fibrosis in IgA nephropathy. فإذا انت تشوفون احنا كل الماركر اللي تحدثنا عنها او كل الفاكتورات كلهم ايش يصير بيهم؟ دا يصير بيهم elevation، كلهم دا يرتفعون. طيب شلون اني هسه بهالحالة انطي تشخيص قطعي؟ شوفوا احنا هذه الاختبارات كلها ليش سويناها؟ سويتها حتى اني دائما ما اوصل البيشنت الى مرحلة البايوبسي، هذه راح تكون هي اصعب مرحلة بالنسبة للبيشنت. ممكن صح احنا يعني مراحل مهمة لازم تصير، لكن دائما البيشنت يتخوف من شيء اسمه بايوبسي، ممكن عن طريق السونار وعن طريق الرنين ممكن تبين كل هذه التغيرات النسيجية. لكن شوفوا احنا كل هذه الاختبارات حتى اني وين اوصل؟ اوصل الى مرحلة ممكن اعالج البيشنت بدون بايوبسي، اللي هي هاي اعقد مرحلة احنا ممكن نوصلها. فاذا عندنا اكثر من اختبار ممكن نعتمد عليه، قلنا اختبارات اليورين اشوف اني الهيماتو يوريا والبروتينيو يوريا، اشوف البودوسايت واشوف الاميون كومبلكس. بالنسبة لاختبارات بالبلد راح اشوف الليفل بالنسبة للاي جي اي راح يكون جدا مرتفع، الريشيو بدون بين الاي جي اي والسي 3 يكون ايضا مرتفع. بالاضافة الى ذلك احنا ممكن نقيس الابارنتلي جلايكوسايليتد اي جي اي الاميون كومبلكس بالبلاد وليس باليورين، وايضا الكورسبوندينج انتي بودي، هذول دائما اذا يرتفع مستواهم معناها شنو؟ معناها تعطيني مؤشر على الاصابة. حتى اكو يكون التشخيص ماتي دقيق احنا نشخص عن طريق شنو؟ نشخص عن طريق الإلايزا. دائما عن طريق الإلايزا ابحث عن شيء محدد واعتمد عليه. فاذا هنا بالإلايزا شنو الاكثر نوع من انواع الانتيبادي يعطيني تشخيص صحيح؟ اللي هو الجالكتوز ديفيشنسي اي جي اي 1 بالإلايزا او بالاميونوفلورسنت. شنو اللي راح نسويه؟ راح نستخدم specific monoclonal antibody. حتى شو تسوي؟ حتى تسوي recognition element للهاينج ريجن human galactose deficiency IgA1. عادة شلون افرق حتى اذا طلع لي المستوى عالي شلون افرق بينه وبقية بين بقية انواع الرينيال ديزيز؟ عادة significantly increase يكون اعلى بكثير من او مقارنة ببقية انواع الاوتو العفو بقية انواع الرينيال ديزيز والنون رينيال ديزيز. النقطة الأخيرة اللي حكينا عنها اللي هي التيومر نكروسيس فاكتور، هذا التيومر نكروسيس فاكتور التايتر مالته او الكونسنتريشن مالته يكون جدا عالي. شنو السبب؟ السبب انه بعد ما يصير الاي جي اي ديبوزيشن المزنجيال سيل اللي هي راح تنصاب وراح يصير بيها الديبوزيشن ايش راح تبدي؟ راح تبدي تفرز كميات كبيرة من التيومر نكروسيس فاكتور. هذا التيومر نكروسيس فاكتور او الليفل السيركوليتنج ليفل اوف تيومر نكروسيس فاكتور باث واي ريليتد وذ موليكول، مرتبط باكثر جزيئه من تيومر نكروسيس فاكتور مثل تيومر نكروسيس فاكتور الفا وتيومر نكروسيس ريسبتور، هذول دائما هاير سيجنيفيكنتلي. من اقول شوفوا دائما كلمه سيجنيفيكنتلي معناها مؤشر معنوي، مؤشر معنوي بالاحصاء معناها نسبة عالية. يعني مثلا من أقول أني هاير لوحدها معناها ارتفع،
ارتفع مقارنة منه مقارنة بكنترول. على سبيل المثال، لو أنا جيت أخذت healthy person وجيت قست عند التيومر نكروسيس فاكتور لقيته 20، وجاني بيشنت آخر، بيشنت عنده فد إصابة معينة، خلينا نقول إصابة بالكلى أو أي إصابة أخرى، جيت قست التيومر نكروسيس فاكتور لقيته 30. بين العشرين والثلاثين أنا بعدني دائما أهل الإحصاء يخلون فد نقطة معينة من نعبرها أقدر أقول significant، يعني بين العشرين والثلاثين بالنسبة للجسم نسبة جدا كبيرة، لكن بعدني ما عبرت الحد اللي أني أقول عليه هو مؤثر بالجسم. من يجيني patient عنده chronic kidney disease، أجي أقيس التيومر necrosis factor مالته ألقاه 120. من أجي أقيس هذه 120 مقارنة بالبيشنت اللي إجاني أول واحد كان عنده 30، إيش راح أقول عليه؟ أقول عليه significant. ليش significant؟ لأنه التايتر مالتي أو الكونسنتريشن مالتي هنا كان جدا عالي، كان مؤثر، معناها ده يرجع أكو تأثير على الجسم. بال30 صح كانت عالية مقارنة بالكنترول أول واحد أبو 20، لكن ما كان إلها تأثير بنسبة عالية، إحنا مرات نقول عليها non significant، غير مؤثرة. لكن من أقول significant لا، معناها ده يرتفع، وهذا الارتفاع مالته ده يكون عالي ومؤثر. دائما ال types of tumor necrosis factor سواء كان 1 2 receptors كلهم يرتبطون بال severity of renal interstitial fibrosis in IgA nephropathy. انتبهوا على ملاحظة، ليش قلت لكم يرتبط ويا السيفيريتي؟ احنا هنا كل ما يرتفع مستوى التيومر نكروسيس فاكتور كل ما الضرر يكون اعلى. ليش؟ لانه انا ايش قلت بالبدايه، قلت من تبدي الترسبات المزنجيال سيل راح تبدي تفرز، هي دائما شوفهم كل ما تتكاثر الترسبات كل ما المزنجيال سيل تبدي الخلل يبدي يصير، فكل ما الخلل يبدي يصير كل ما التركيز شو يكون اعلى. لذلك كل ما التركيز عالي كل ما معناها السيفيريتي اوف انفكشن او اوت اوف اوتو اميون ديزيز راح تكون عالية بهالطريقة هذه. اكو احد عنده سؤال يا طلاب؟ شي ما واضح اعيده.